حياكم الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا لإبداء آرائكم. أرقام هواتفنا راح تظهر أسفل الشاشة، تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من داخل العراق ومن خارج العراق، واللي ما يقدر يتصل بنا يقدر يدزلنا رسالة على الرقم الأخير اللي بصف إشارة واتساب حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم على الرقم المخصص لبرنامج الواتساب للحلقة. مشاهدينا الكرام، حياكم الله من جديد، ونبدأ حلقة اليوم عن التظاهرات اللي تسويها الناس خصوصا العاطلين عن العمل والمن هي خدماته بشكل قسري والعقود. ونبدأ بأول مكان اللي بغداد، الظاهر موظفو الملاك التمريضي وطالبوا برفع التسكين على رواتبهم. شنو يعني رفع التسكين؟ يعني رواتبهم ثابتة بمكانها، لا بها زيادة لا بها مخصصات لا بها شيء، انه راتب مثل ما هو من يوم اللي تعينوا لحد هذه اللحظة، وطالبوا ان تتم زيادة مبالغ الخطورة. ونعم الطبيب والممرض اليوم بالعراق عنده خطورة بالعمل، ومن اهم ميزات الخطورة اللي دا يشتغل بيها لما يموت عنده مريض، وهذا المريض ابنه او واحد من قرابته لهم علاقة بالحشد، طبوا برشاشاتهم انت اللي قتلت مريضنا، ليش قتلته؟ تعال قعد فصل. العشرات من الممرضين اتجمعوا صباح اليوم امام بوابة رئاسة الوزراء ببغداد للمطالبة من قبل وزارة الصحة والجهات المسؤولة ان يتم رفع التسكين على رواتبهم، خصوصا عن نسبة سيادة أو زيادة نسبة الخطورة بنسبة 100%. مشاهدينا الكرام، وهاي تظاهرات الممرضين، خلونا نشوفها. اسمع هذا المطلب زين، اسمع هذا المطلب زين، هيهات نخضع هيهات، مامات صوتي مامات، ثورات نعلن ثورات، ثورات نعلن ثورات، ما بات حكي ما بات، ما بات حكي ما بات، ثوار نبقى ثوار، وثوار نبقى ثوار، أسرار كنا أسرار، أصرار كنا أصرار. كرام راح نكمل مقاطعنا، بس عندي اتصال من موقوف أو معتقل داخل بغداد. وائل من بغداد، حياك الله يا وائل. حياك الله، حياك الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخوي. مرحبا. والله يا أخوي إحنا مثل ما نقول أول شيء نمسي عليكم وعلى قناتكم الكريمة. حياك الله. منين سيدتي احكي لك، حتى احكي لك يعني عن 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 شكو شيء شفته. انا ما بالنسبه لي هسه من احتياط ما اناشد كقوات امنيه نهائيا، انا اناشد منظمات حقوق انسان. يعني طبينا المكان صراحه، يعني اي سبيل للعيش الادمي ماكو بيه. نعم، اي سبيل للعيش الادمي ماكو بيه. ابدي لك من ابسط شيء، حق حتى لو كان مذنب او بريء، حق اللقمه اللي ياكلها، اللقمه اللي ياكلها 13 نفر حرفيا بنص دجاجه، والدجاجه ما احكي لك، يعني ما اعرف هي لحظه اخوائل، 13 نفر بنص دجاجه؟ اي نعم، بالله قاعده الرشاد بالمدينه، يعني بين المدينه الصدر بين المشتل، يعني اردفتها شنو؟ الصدر تقسموه على 6 والفخذ تقسموه على 7 بالضبط. اضافه انه هاي الوجبه مو وجبه العشاء، هاي وجبه الغداء، زين، بس احنا ماكو اصلا يطب لنا عشاء، فنضطر نضم نص الغداء الى ونص العشاء الى الليل. يعني بالنسبه الى المنام، بالنسبه الى العلاج، بالنسبه الى 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 حياتكم اليوميه داخل المعتقل، ربي فك اسرتكم شلون؟ حياتنا اليوميه، حياتنا اليوميه، احنا قاعدين عباره عن 700 نفر. نعم. بمكان كل نفر له شبر واصبع ينام به، ينام طبح، ماكو نام على الظهر او على
يعني خلينا نقول كالمنام الآدمي. سماعة توجد داخل القاعة، الدائرة تحكي لك من برا السماعة. ما أحكي لك أنواع الإهانة حسب السامع، زين، الكفر يعني والعياذ بالله، يعني أصلا ما يخليك تقول عندنا كذا شخص مفوض يعني سجان، ما يخليك تطلع تواجه إذا ما يعني تتجاوز باللفظ على الله سبحانه وتعالى. استغفر الله. نعم. مهم والله ما عرفت احكي لك يعني، لانه هو الكلام مو مال اصلا تليفون يعني، زين. بس انا وعدت الناس اللي هناك، طبعا انا ما اقول لك الناس هناك كلها بريئه، لا، اكو بريء واكو المتهم، بس هي انخبطت احداث، احكام ثقيله، احكام متوسطه، احكام خفيفه على اشياء جدا تافهه. زين، المريض جوا شلون وضعه؟ المريض هسه احنا نعرف انه الطبيب من خلص دراسه ومن يعطيك جرعه انه هو شريط كبسوله التهابات، ثلاث حبايات بعد كل وجبه كبسوله، صحيح؟ نعم. هو لا، كل ثلاث ايام اربع ايام يعطيك كبسوله، كانما هو متفضل عليكم انه اي علاج يطب على الاموكسيدين او الكفليكس نهائيا، واي مرض بيك بسم الله على السلامه وعلى حضرتك، اي مرض بيك فهو انت راح يعطيك فقط هاي الكبسوله. جرب، حساسية، تقرحات، أقراص نارية، مرض الإنفلونزا. أصلاً لازم تنام أنت الساعة 11 بالليل، وهو أنت يومك كله نايم. إذا ما تنام طريقة العقوبة بشهر 12 أو الشهر الواحد، نص البرد، مي من البراد، مي من البراد اللي هو المي بارد، ويفتح عليك مبردة مركزية 5 أو 6 ساعات تقريباً. نعم. هاي إضافة إلى إنه عفوا يعني من المصطلح إنه الإدرار يجيك منتصب أو ضابط الإدرار يرش على المكان النوم مالتك على الفراش يقول لك نعم نعم نعم. أنا أحكي لك موقوف، طلعت قبل تقريبا أسبوعين الآثار الحدها السبية من ناحية التأديب، لحدها السبية من دون أي ذنب، رجاقي صارت شغلي ومهنتي وخسرت كل شيء خسرت، حتى سمعتي خسرتها، اللي وصلت مرحلة إنه هسه أنا يعني ما أملك حق طعام آكل وعندي عائلة. ما أحاول أقدر أفكر كلها نايم في سبيل ما اطلع لين استحي من عائلتي، اذا قالوا لي نحتاج نشيل البيت. نعم. انا خريج كليه، انا بكالوريوس اعلام مستنصريه 2015، وكحالي حال اي شاب يعني. نعم. بالعراق. نعم. يعني تاخر فتره التعليم عليه ما قعدت. نعم. اشتغلت وتعبت على نفسي، يعني اذا ارسل لحضرتكم صورتي قبل لا انسجن باربع ساعات حرفيا اخذتها، كنت رايح البيت زوجتي خطيبتي يعني هي، واللي هو زواجي بتاعها اصلا، لانه قبل 5 ايام من عرسي توقفت، وارسلكم صورتي هسه شخصيا، المن اللي تعرضها اعرضها حتى اذا طلبت نفسي، وراح تشوف الفرق كسما وقاع. نعم. نعم، شكرا لك وائل. وائل بيّن لنا حال العالم اللي عايشه بالمعتقلات، خصوصا اذا تعرفون انه بالمعتقلات اكو هوايه من الابرياء اللي وقعوا على اعترافات بسبب التعذيب، والقضاة والمحققين والمحامين يعرفون بهذا الشيء، لكن القضاة نطوهم احكام وخلوهم داخل السجون. نرجع الى التظاهرات، مجموعه من وزارة الصحة من كل المحافظات من المنهية خدماتهم، يعني شنو ذولا؟ ذولا ناس كانوا يشتغلون بكوادر وزارة الصحة نهوا خدماتهم ومن سنوات. ليش؟ لأنه ما كملوا إجراءات تعيينهم أصلا، وبسبب عدم استجابة وزارة الصحة ومماطلتها إلهم حتى توجد حلول لقضيتهم، يا أما تعيدهم على التعيين، يا أما تضيفهم ضمن ملاكات المحافظات، يا أما تعطيهم عقود، يا أما تشوف لهم صرفة حل، لهالسبب الظاهرة
هم يحكون ان هم تركوا العمل بسبب تدهور اوضاع امنيه، اسباب قهريه ثانيه، واسباب صحيه، واسباب اجتماعيه، وبازمنه مختلفه من 2003 لحد هاي اللحظه. خلونا نشوف. احنا شريحه مهمه شان المفصلين سنوات سابقه وزاره الصحه من شهر 11 لحد هسه احنا مظاهرات على كتب ونواب وتواقيع وما حد نظر لقضيتنا. بنطالب انه نقول قضيتنا بعين الاخوه الانسانيه، لان احنا من دون وزاره الصحه اللي بعدنا ما تعينا ولا رجعنا لوظيفتنا. وزيرنا قال لنا بنقطتين الكم، اما تعيين هي دفعه 22 ودفعه 22 تعينت وراحت، اما درجات الحدث والاستحداث راحت للعلوميين وعلم الناس والعقود اللي سنتين وفوق. فاحنا نريد نعرف مصيرنا، يعني صار اشهر عايفين بيوتنا وعايفين جهالنا ونروح على النواب ونجي للوزاره ما حد يسوي لنا حل. هاي جهة، الجهة الثانية اللي هم عقود وزارة التعليم العالي ظهروا ببغداد همينا حتى يطالبون وزارة المالية أن تكمل إجراءات استحداث درجات وظيفية للملحق مال جامعات، وأن يتم تثبيتهم على ملاك وزارة التعليم العالي. وهاي تظاهرتهم. هاي تظاهرات عقود وزارة التعليم العالي وتظاهرات عقود الجامعات من كل المحافظات، مو بس ببغداد، الظاهرة واليوم أمام وزارة المالية، وطالبوا أن يتم توفير تخصيصات مالية لهم حتى يتم تثبيتهم على الملاك الدائم ويتم انتشالهم من التهميش اللي هم عايشين. خلونا نشوف. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هاي المواضيع، واول تعليق اختارينا لكم من منصة فيسبوك ماستر بلال، يقول والله عيب عليه هيك حكومة تنطي الوزارة 200 و300 مخصصات وابو الصحة كل الدق عليه حتى عطل ما عنده ياخذ 30%. حسن الجراح الحسناوي يقول ابطال المهن الصحية ان شاء الله تحصلون على جميع حقوقكم المشروعة. محمد الشمري، انصفوا تاركي العمل والسنوات السابقة في وزارة الصحة. وأم ليث تقول نطالب بإدراج فقرة بالموازنة لتعيين خريجي السنوات السابقة والمفصولين من وزارة الصحة. وكانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع. أما الآن عندي أبو وطن من لندن، حياك الله يا أبو وطن. الله يحييك عيوني. هلا بيك الغالي، تسلم لي عيونك. أول شيء سلامي لك وللأخوة المشاهدين. حياك الله. قبل ما أجيبك على سؤالك أخي العزيز أفل، لفت نظري قبل قليل خبر بأحد القنوات العراقية. نعم. السيد السيستاني يوعز بتقديم المساعدات العاجلة إلى المتضررين في سوريا. نعم. طبعا هذا موقف يحترم، ما في شك. نعم. لكن السؤال العراقيين اللي عايشين في المخيمات من 2014 لحد الآن، اللي مرت عليهم هاي السنوات من صيف وحر وبرد وشتاء وجوع وقهر وأذية، هذول شنو؟ مو عراقيين؟
هذول مو مسلمين، زين هذول مو بشر، مو هذول هم اللي يستحقون المساعدات، مو الأقربون أولى بالمعروف. يعني حتى رجال الدين المساعدات تروح لبرا، مو كافي السياسيين فلوس خزينة الدولة كلها تروح لإيران، حتى رجال الدين هم فلوسها كلها تطلع برا. وهذا الشعب هسه حضرتك قاعد تعرض انه قاعد يطلعون مظاهرات المطالبه بالعمل والمطالبه بالتثبيت على الملاك الدائم والمطالبه بالتوظيف، هو صار هذا غايتنا احنا هسه العراقيين؟ نعم. المفروض العراقيين يعني انت الهدف الرئيسي هو اخراج هاي الحكومه بكل كل كل تفاصيلها وكل من يقف وراها من رجال دين من مرجعيات من 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 زعماء من كل شيء. هذا هو الهدف الاسمى والاهم للشعب العراقي. مو مطالبة بالتثبيت على الملاك الدام، صار هم بالعراقي هو بس يتوظف هو ما له علاقة ببقية الشعب والوطن وين ما يروح خليه يروح. ثرواتنا منهوبة ومستقبلنا ماكو وأجيالنا كلها ضاعت. نعم. هذا حال العراق؟ نعم. ما أعرف يعني سبحان الله. للأسف طبعا هي الحكومة طبعا هي فرحانة بهذا الشيء، هاي المظاهرات بالعكس هاي صالحهم. لانه ما عندهم مشكله يثبتون يوظفون. قاعد تشوف احنا هسه من اجت حكومه السودان لحد الان الاف الوظائف، لان هاي كلها تفيدهم بالانتخابات. ما عندهم مشكله، لان الفلوس منين هي راح يدفعوها من جيوبهم؟ هاي تفيدهم بالانتخابات، لكن اثرها الاقتصادي على البلد شلون راح يكون؟ يعني هسه الخبراء الاقتصاديين يقولون نسبه التضخم راح تصير بالموازنه العراقيه 26 ل 27%. منين هاي اثرها على منو؟ اثرها عليهم لو على العراق كوطن وكشعب وكتاريخ وكمستقبل. يهمهم هذا الشيء؟ نعم. نعم. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم، شكرا لك ابو وطن. مشاهدينا الكرام، نروح الى ملفنا الثاني ونحكي به عن المشاريع المتلكئه. و تذكرون سابقا شاهدنا شيء اسمه ال 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 الفضائيين، اللي هم الموظفين اللي هم مو موظفين، او اللي هم الموظفين اللي بس على الورق، او هم الموظفين اللي المسؤول دارج اسمائهم ويلغف رواتبهم. هسه عندنا موديل جديد بالعراق اللي هي المشاريع الفضائيه او المشاريع الكاذبه، اللي هي مكتوبه على الورق بس، اما على ارض الواقع ما عندها شبر نهائيا. مثلا مشروع مجسر تقاطع الشومالي بقضاء الشطرة بمحافظة ديقار اللي انحال على شركة أورجو جروب للطاقة المساهمة. هذا المشروع تكلفته 32 مليار دينار عراقي، من ضمن مشاريع صندوق إعمار محافظة ديقار لسنة 2021. هذا المجسر اللي وضع حجر الأساس إليه هو الأمين العام حميد الغزي قبل سنة وأربع أشهر، لكن لحد الآن بس أكو بلوكة بها حجر أساس. المشروع وين؟ الشركة وين؟ لحد الآن ما حد شايف من أدها شيء، على الرغم أن الأموال مال المشروع اللي تم تخصيصها من أموال صندوق إعادة أعمار محافظة ديقار أكدوا ناشطين أنه انصرفت، وأنه هذا المشروع واحد من 160 مشروع وهمي من مشاريع صندوق أعمار محافظة ديقار، وهذا بعهد دولة رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي وضع حجر الأساس لمجسر تقاطع الشومالي. خلنا نتفرج. بعهد دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، جواد مصطفى الكاظمي، مبنى محافظة ديقار. اليوم نريد نسولفكم، اليوم نريد نسولفكم عن موضوع وهو المشاريع الوهمية تحدثنا سابقا بها في محافظة ديقار، وخصوصا في مشاريع صندوق أعمار ديقار. هذا مجسر الشطرة الثلاثي لحالة صندوق أعمار ديقار سنة 2021 بتكلفة 32 مليار. احنا نريد نشوف يعني احنا حدثنا وسولفنا، قلنا لكم مشاريع وهمية، مشاريع باقة 32 مليار. هذا مشروع، والشركة الإيطالية مصممة للمشروع عافت تصاميم وشردة طلبوا عليها في الأساس بالأمانة كوميشنات. هذا اللي نسولف لكم واحرقكم الكلفونات مال المجسر على اساس مال الشركه المنفذ المشروع. 720 يوم هذا مده العمل، طارن من عدن 250 يوم. هو كلاوات من سنه 21، ايش بقى الجسر؟ هو الجسر مدته يعني 720 يوم، واذا 250 يوم طارت من عدن مجسر حتى الان ما كامل. راح اراويكم كلفونات الشركه. رساله الى ابناء محافظه ديقار،
حاليا احنا متواجدين بالشركه هاي، نقلوا من مدخل مال الدوايه، نقلونا احنا قبل 5 شهور صورنا قلنا على الشركه هاي ليش ما بننزل العمل، شركه مجسر الشطة ثلاثي. هسه احنا وين قاعد نصور خطيه، جانا ولد حارس هنا بهالمنطقه يقول صار لي 5 شهور ما مستلم راتب، تعال خويي تعال قص عليك ما مستلم راتب 5 شهور والله خالص. يا اخويا 720 يوم قضى من عندهم 250 يوم، بقى تقريبا 500 تصبر عليهم، خلي يقضون ال 500 وينباقى الفلوس مال المشروع واحتمال حتى الكرفانات ما شوفن. الناس بتوثق هواية، عندنا واحد من اللي دا يوثقون ناشط من النجف هواية طلع ببرنامج صوتكم ينتقد الوضع بأي مكان يقدر يشوفه، وانتقد أنه أكو صورة دا تنتشر بمحافظة النجف حاطيها المحافظة النجف ماجد الوائلي وبيها كلمات شكر على إنجاز مجسر صغير هو شبهه بالقنطرة يمر فوق واحدة من المبازل ويربط ناحية العباسية بقضاء الكوفة بمحافظة النجف، وقال رغم أن المشروع بسيط جدا وصرف من الأموال المخصصة لإعادة إعمار المحافظة وتخصصت إلها مبالغ كبيرة وانوضعت للمحافظة أكثر أو انحطت بالمحافظة أكثر من صورة وبوستر تمجد وتشكر بالوائلي، والناشط هنا يتساءل إذا هالمجسر حطوا لك هلقد صور لعد لو بانيلنا جسر معلق أو قطار أنفاق إيش كان سويت؟ خلونا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هاي رسالة إلى محافظة النجف دكتور ماجد الوائلي. شوف دكتور قدام المجتمع النجفي هاي صورة لحضرتك كبيرة جدا بهذا المشروع، راح أراويك شنو المشروع، وهاي صورة الدكتور ماجد الوائلي المحترم، وتعالوا وياي شوفوا بعض. وهاي بعد صورة أمامكم شوية بعيدة وازدحمات ما قاعد أصورها، وصورة رابعة في بداية فلكة الملح. خل أشرح للمواطنين الكرام والسيد المحافظ خباندا للموقع، هذا جسر عبار بين ناحية العباسية إلى قضاء الكوفة. شوفوا النهر شقد مساحته، 15 متر فقط، لا هو النهر المسيسيبي، لا هو نهر دجلة، لا هو نهر الفرات، لا هو نهر النيل، يعني جدول بسيط، بزل وجسر 15 متر. دكتور احنا نحيي الاعمار والمشاريع هالايام، جاتكم 700 مليار مال الامن الغذائي. دكتور لكن اكو ملاحظات من عندي انا كمواطن ومن ابناء محافظه النجف، لا هو مترو انفاق، لا هو جسر ذو الطابقين، يعني مو فد مشروع ضخم انت مسوي 5-6 قطع كبيرة انجازات، من يكمل الانجاز سوي احتفالية. زين لو عندنا مترو انفاق، لو عندنا مثل بتركيا قاعد يسوون معلقات من محيط المحيط. بس اقول لسيادة الناشط بداية الحمد لله على سلامتك كانون بيدك، بس لا تستهين بالنهر اللي موجود يمك بالنجف، لانه ماكو انهار بالعالم بيها زبل بس بالعراق فعليا. ليش؟ لانه ماكو لها كري واكو فساد، والنهر يعني انهير صاير مو نهر لانه نازل المي بيه، لانه ايران سدت المي علينا. الناس لما شافت هاي الفيديو علقت على هذا الموضوع، واول تعليق اختارينا لكم منصة فيسبوك فرزق الحمدان يقول هي مشاريع النجف عبارة صورة للمحافظة. علي جميل ولا يهمك اقترح يحط بدل الصورة وكثرتها بشوارع شمعة مال كهرباء تضوي الطريق. أحمد حسناوي إن كنت تدري فتلك مصيبة يا سيادة المحافظة. حسن عادل خلص علينا بس صور، لو مسوي مشروع بحظ كان لنا نسوي له صورة. فكانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع. وعدنا اتصال أبو عمر من بغداد، حياك الله. حياك الله أستاذ أفل المحترم، وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. حياك الله. أستاذ أفل، إحنا نعرف أن حكومة سلطة الأحزاب من 2003 ولحد الآن العدوان الأمريكي من ضرب العراق مؤسساته بكل البنى التحتية اللي ما ردت للعراقيين ولا أي بنى تحتية
صارت واستفاد من عندها المواطن العراقي. كانت كلها تكتب عليها انه يكمل هذه المشروع او هذه يعني او هاي البنايه خلال مده كذا كذا وكلفه المشروع كذا مليار دولار. كل هاي الامور اللي صارت عندنا من 2003 ولحد الان والحكومات اللي حكمت العراقيين من 2003 ولحد الان كلها وعدت العراقيين بان اكو بنى تحتيه راح ترجع، بان اكو راح يعني مجمعات سكنيه، مستشفيات راح تنبني، شوارع، جسور، من هاي الامور وانت صاعد. كلها ما لقينا انه بس اعلان ووضع حجر الاساس وبنوا المشروع. يعني عندنا مثل ميناء الفاو اللي هو هذا المشروع الكبير الضخم، انه كل سلطه الاحزاب انه قالوا انه هذا المشروع سوف يعني يتحسن من وضع العراقيين ويكون له مكانه ويكون له دخل يعني كلش قوي. لكن للاسف كل هاي الامور ما لقينا اي رئيس وزراء يحاسب هاي الامور اللي صارت عندنا والمشاريع اللي صارت الوهميه، يعني اكثر من الاف المشاريع اللي صارت عندنا بالعراق من حكومه العبادي والكاظميه والمالكي. كل هاي الحكومات اللي حكمت العراقيين ما شفنا لحد الان لا رئيس وزراء الحمدي الشيوعي السوداني للكاظمي انه حاسب هاي المشاريع لماذا لم اكتملت، لماذا لم انجزت، لماذا لم يكن لها حساب انه كيف يتحاسب انه رئيس الوزراء اللي اعطى القرار وصدر بانه هذا المشروع انه يكتمل في مده. لكن للاسف ما لقينا اي مشاريع، بس المشاريع اللي هم مستفادين من عندها بناء المولات، بناء المدارس الاهليه، الكليات، الجامعات، هاي اللي تخلق من عندهم يعني انجاز لانه على مود مواردهم، على مود حساباتهم انه تخسر. لكن للمواطن العراقي وللخدمات اللي استفاد من عندها الشعب العراقي ما من عندها اي انجاز، ما من عندها اي اكمال، وكلها مشاريع وهميه وتستفاد من عندها سلطه الاحزاب وتستفاد من عندها هاي الحكومه الفاسده. فمهما كانت انه هاي الامور سرقه وامانه، لابد يجي ان اليوم انه يتحاسبون عليه قضائيا وقانونيا. ومهما يكون دام الظلم لابد ان يرجع للعراق احسن واحسن، ويكونوا ناس اشراف، ناس اسياد يحبون وطنهم. اما هذول الناس ولاهم للخارج وما يحبون العراقيين. ومهما يكون العراق يبقى صامد ويبقى هاي الاحزاب له يوم ان يخرجون. شكرا لك ابو عمر، وعاش الشعب العراقي. حياك الله. يعني الكل يعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية لما جتت تحتل العراق بال 2003 ما جت على مود سواد عيون العراقيين، ولا لجت لأجل شيء، وهي كل الجت حتى تخرب هذا البلد. واللي سوتها نطتها بطبق من ذهب إلى إيران، وذولاك قاموا يلعبون طنب شايل بالعراق، ولا هيلة كانت على إيران تقطع قطرة مي على العراق، أو إيران يقدر يدفر الباب ويطب بوقتها، أو حباية كريستال تعبر. على كل نروح إلى ملفنا الثالث، واللي هو انهيار البنية التحتية بالعراق، واللي هواية حكينا عنه بسبب الفساد اللي ينخر ملف البنية التحتية العراقية تحديدا بمحافظة بابل. شوية نركز أكثر، نطب بقضاء المسيب. مواطن هناك وثق لنا بكاميرا تليفون الخلوي حال واحد من الشوارع بقضاء المسيب، واللي ما صار على إكساءة أكثر من 3 أشهر، يعني 90 يوم من بلطوا الشارع. شي يحتاج الشارع حتى يتبلط، ينعدل، يترتب، شوية جير سائل، سبيس، اسفلت، وتجي حادي لدوس، صار الشارع. ورا 90 يوم فطور، شقوق، تشققات، تخسفات بالشارع، هنا خاسف، هنا واقع، هنا نازل المكان. وهاي صورة من صور الفساد اللي دايعاني من عدها المواطن العراقي، وتردون تشوفون هذا شارع عمره 3 أشهر. عاد 3 أشهر، ما ادري 5 أشهر، سالقين يوم يومنا، يا ما راح المقاول يا ما اجي المقاول، وبعد تبليط شلون دايس تبليط شو هذا حبيبي؟ هذا التبليط مو دايس، هذا خايس. مقطع ثاني عندنا يبين لنا مأساة كبيرة من مآسي المواطن العراقي اللي يعيشها يوميا. هو غرق الشوارع. عندك هنا منطقة الدسيم شرق بغداد، بسبب عدم وجود مجاري، فعليا هاي المنطقة ما بها مجاري، ما بها أنابيب تصريف مياه،
ما بها بنية تحتية نهائيا. يعني منطقة بنت مددوا لها كهرباء، مددوا لها مي، بس المي ما يطلع. هذا حالها. بالضيم وداحتك احنا الجسيم قطاع 3 و2 و3 و4 محله 575 تعاني من المياه مال الامطار، الحقوننا تنقذوننا معودين، احنا ترى بالضيم باقيين. ها شوف الوضعيه، انت شوف انت بحالنا اخوي اخوي، دير بالكم علينا، ترى وضعيه تعبانه، الماء دخل للبيوت مال العالم. هاي وحده. نروح الذيقار وبالشطرة نرجع مرة الأخ. طلعت لنا مادة جديدة حتى يبلطون بها الشوارع. تعرفون الشارع لازم يحطوا له جير، لأن الجير يقاوم حرارة الشمس وبرودة الشتاء. بس بالعراق اليوم عندنا مادة جديدة، واللي دا يسخر من أدها الناشط هنا لأنه اعتبرها حالة ترقيع، يمرقع لما يجون يحطون اسمنت بالشارع حتى يصلحوه. بمحافظة تخصص لها تقريبا اكثر من 800 مليار دينار حتى يعيدون اعمارها، والنتيجه راح تشوفوها هسه. طبعا وايد ناس تسال عن ميزانيه مدينه الشطره، يقولون هاي الاموال وين جايه تروح؟ لا اخويا شنو وين جايه تروح؟ مو هاي جاي يشتغلون لك؟ مو هذا الترقيع الافرع والشوارع الرئيسيه بسنه 2023 جاي يشتغلون لك سمنت وحصوا شوارع رئيسية؟ شنو تريده؟ مرمر تريد مثلا؟ ايش قالوا لك احنا وين؟ بديك المناطق؟ لا عم، احنا امكانيتنا اذا نريد يعني اكساء الشوارع حصوا. ما شفه؟ حصوا وسمنت. عاجبك يا المواطن، ما عاجبك طبق مرض. شوف لك ديرة. هذا الشغل مال مدينة الشطرة. شوارعها الرئيسية بالمناسبة، هذا الترقيع بالقرب من بيت الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، هذا الفرع مالته ودولاك هيلي. هاي شوارع الرئيسية، شوارع المدينة. أنا بلا زحمة قضاء الشطرة، أكو ساقية مال مي هنا بيها مي مال سيان، بس حطوا لها رصيف وسياج، لا الجهال توقع بيها. رقم واحد. رقم اثنين، أكو رصيف هناك همين خاسف، شو وقت تصلحوا؟ خويا أنت جاي تحكي بهاي والشارع كله بيه مشاكل. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هاي الطرق الحديثة للإعمار، وحسن أبو جنات كتب الله ينتقم من الفاسدين. رأفت الغازي يقول يا أخي ماكو مستحى، بشر ما يستحي ولا يخجل ولا معاتب ولا قد المسؤولية يعني، وتريد يشتغل. عباس الطائي، نواب الناصرية اللي صعدوا على دم الشهداء الناصرية وين؟ ماكو لا حس ولا نفس. وناصر حسين يقول شارعنا من صار والحد الآن مشام ريحة التبليط. فكانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى ملفنا الرابع، وهو الملف اللي العالم أو اللي أصبح هو حديث الناس في كل بقاع الأرض من 3 أيام، هو أحداث الزلزال المدمر والفاجعة اللي حلت بمدن جنوب تركيا وشمال سوريا، والمشاهد المؤلمة والحزينة اللي شافوها الكل. لكن بعد الأمل دا يطلع من بين الأنقاض الناس، كتب لهم رب العالمين أنه ينجون وكتب لهم حياة جديدة. الفيديو اللي موجود ويانا من شمال سوريا وتظهر به فرحة الناس والابتهال والهلاهل بين المنقذين وبين الناس اللي واقفين يومهم ورا ما انتشلوا عائلة بأكملها على قيد الحياة من جوا الأنقاض، وارتفعت وياها أصوات الفرح. خلونا نشوف. يوسف كمل عندي.
رغم الألم اللي صاير بين الناس بس احتاجوا هيك فرحة حتى يعطيهم أمل باللي دي يصير. نبقى بشمال سوريا وعندنا أيضا انتشال طفل على قيد الحياة من تحت الأنقاض ورا محاصرته تحت الأنقاض لمدة تقريبا 60 ساعة أو أكثر، وللأسف جميع أفراد أسرته فاضت أرواحهم إلى الباري. خلونا نشوف. فيديو آخر موجود ويانا مشاهدينا الكرام، الطفل تم إنقاذه من تحت ركام بيته المدمر من قبل أصحاب الخوذ البيضاء اللي لهم كل التحيات، ونقف لهم تحية إجلال وتقدير على جهودهم، لأنه الكل يعرف الإمكانيات القليلة اللي موجودة في سوريا، وماكو أي دعم دا يوصل لا دولي ولا محلي لا عربي لا غربي المناطق الشمال السوري، ومع ذلك أصحاب الخوذ البيضاء دا يشتغلون ليل نهار حتى ينقذون الناس من تحت الركام، ركام المباني اللي سقطت بسبب الزلزال المدمر. الفرحة اللي طلعت هنا لما كان الطفل، احنا بالعراق نقول يتشاقع أي مازح المنقذين، خلونا نشوف. كل ما أقولها إلى أي شخص ينظر إلى الأمور طريقة مو بمنظورها صحيح، يا أما ينظر لها برأي سياسي أو ينظر لها برأي طائفي. البراءة اللي طلعت هنا قبل شوية تستحق ألف فرحة، والبراءة اللي طلعت قبل شوية ما لها ذنب، والناس اللي راحت جوا نساء وأطفال وشباب وشيبة ما لهم ذنب، والله يخرج الباقين كلهم سالمين من تحت الأنقاض رغم صعوبة الأمر، لكن نتمنى هذا الشيء. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك عبد المولى يقول: وهنا كسر القلب قبل القلم فعجز عن الكتابة. وشاعر الثورة يقول: وكأنهم يحملون كأس وجوائز أعظم بطولة بالعالم، صورة تعطينا جرأة أمل وتفاؤل عقبال كل اللي تحت الأنقاض يا رب. هاشتاج زلزال سوريا وتركيا. يمني غيور: فاجأ الطفل الصغير كرم رجال الدفاع المدني السوري الذين نجحوا في إخراجه من تحت الأنقاض، فاجأهم بابتسامة عريضة ورغبته في اللعب. ما أنسى الحاضرين بأرمناز في ريف إدلب كل تعبهم ومأساتهم. وسعد التركمان يقول: وراء 40 ساعة خرج هذا الجميل من تحت الأنقاض، لطف الله عز وجل. نعم، هو لطف الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم أستاذي. حياك الله أخوي. أستاذ العزيز، نندعي من الله، الله يشافي الجرحى والله يرحم شهداء الزلزال. نعم. هاي خلي نشوف الدولة التركية، ماكو هاي سوء تصرف سوء اللي يسموه. عندنا دول عربية قامت تساعد تركيا وتعوف سوريا، لأن يعني هذا إسلام وهذا إسلام، ليش هالتفرقة؟
يعني عندك قطر والله مساعدات من قطر، باكستان تساعد تركيا، زين سوريا ليش مو بشر مع احترامات الاهل سوريا؟ اكو اكو نقطة همينة خلينا نكون واقعيين عندها ابو عبد الله، اكو مساعدات تروح الى سوريا لكن اكو فرز داخل النظام السوري الى المناطق التابعة للنظام ومناطق المعارضة رقم واحد، واكو نهب واكو نهب للمساعدات اللي توصل لهم لانه حتى بمناطق النظام اللي توصل. نعم هاي عندهم ناس قذرة مثل اللي عندنا هنا بالعراق، ناس قذرة نفس اللي عندنا، نفس المنهج اللي عندنا هنا بالعراق حيطبقوه غاز سوريا. نفس الشيء نفس الشيء معك ما يفرق كل شيء. عندنا هنا كلاب سائبة، عندك كلاب سائبة. نعم. هاي يتصرفون هذا التصرف. ولا هذا بشر، هذا أتمنى هذا الزلزال بالمنطقة الخضراء إن شاء الله يا ربي بجان حبيب محمد بس على المنطقة الخضراء. نعم. وعلى الناس القذرة جت تحكم العراق. نعم شكرا لك أبو عبد الله وأعتذر منك بس الوقت راح يدركني. شاب اسمه كرار فالح مهدي خريج سنة 2020-2021 دراسية كلية إدارة واقتصاد جامعة بغداد. اجل يطالب بوثيقة التخرج مالته ورما مضى على تخرجه تقريبا سنتين. الشاب كرار اكد لي احدى القنوات الفضائيه انه هو اشتغل بالقطاع الخاص بوقت سابق والكليه زودته بتأييد يعني تاكد انه هو ناجح، وذوي الشاب تاكدوا انه هذا الولد عنده شهاده تخرج بس يريد الوثيقه مالته. لكن اللي صار لما طالب الوثيقه مالته تفاجئ انه هو بعد طالب بكليه الاقتصاد. خلونا نشوف. خريج جامعة بغداد كلية الإدارة والاقتصاد. مشكلتي أنا تخرجت سنة 2021 من الكلية، تم تزويدي بشهايد وتأييدات عدد اثنين، تأييدين اللي هي نهياتين، هذا واحد وهذا الثاني، وعلى حسب الأصول والحمد لله مشيت وبديت بحياتي العملية من بعد التخرج. رجعت دا أسحب تأييد ثالث لغرض التقديم لدورة الضباط، فاجأت بأنه تم تبليغي بأنه أنا بعدني طالب. قال المعاون العميل يقول لي أنت خرجناك بالغلط، أنت مطالب بالمادتين وتم قلنا لك ناجح بالغلط. زين أنا هسه من بعد سنتين تم تخرجي هسه تقول لي أنه أنت مطالب بمادتين؟ زين أنت شلون طلعتي نتيجة أنه أنا ناجح؟ شلون زودتني وثيقتين تخرجي؟ يعني الولد شايل وثائق بإيده، اتصور المفروض كرار يدخل ويانا باتصال حتى يشرح لنا الموضوع. يعني اردفتهم قائد عمليات يتعين بالغلط، يصير وزير داخليه وهو متعين بالغلط، هالمره عندنا طالب متخرج بالغلط. شنو متخرج بالغلط؟ داوم 4 سنين عنده 6 شهور داخل بغيبوبه عبرتوهن، لو اللي بالقبول والتسجيل داخل بغيبوبه، لو الاستاذ اللي درسه ما درسه. اردفتهم شنو بالغلط؟ شنو كرار ويانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا كرار. الله يحييك، الله يسلمك. كرار أرد أسألك سؤال، كم سنة داومت بكلية إدارة اقتصاد ببغداد؟ سادي العزيز، أنا داومت بجامعة بغداد كلية الإدارة واقتصاد 4 سنوات ومن دون أي تحميل لأي مادة. وعندك الشهايد مال السنوات كلها؟ أدي نتائج زودوني بانه بتأييدي التخرج بانه انا خريج وتسلسلي على الدفعه ومعدلي على الدفعه ويعني معلومات كامله عندي. تالي ورا من بعد سنتين تخرج رحت راجعت على احتاجيت على وظيفه. ايه بدي اقدم على وظيفه حكوميه فطلبوا من عندي تأييد من عنوان الى، فرحت بدي اقدم على تأييد بلغوني انت مو خريج. قلت لهم زين انا شلون مو خريج؟ قالوا انت مطالب بمادتين وخرجناك قلنا لك بالغلط، انه بالغلط خرجناك قلنا لك ناجح بالغلط. زين وهاي السنتين اللي مضت وين كانوا؟ قلت له زين هاي السنتين انا صار لي سنتين انه متخرج، انا شنو ذبي هسه انا بادي بحياتي العمليه وتريد ترجعني من بعد سنتين انه انا ارجع طالب. فانا اناشد من خلال هذا المنبر اناشد وزير التعليم العالي لانه هو فقط صلاحيه وزير بانه انا حق مكتسب لان انا ما مني اي ذنب، ما مني اي خطا، انا دوامي وحضوري وامتحاناتي. يقولوا له ذنبك انه انت راسب. يعني اذا انا راسب شلون اعطيتوني تخرج؟ شلون قلتوا لي تخرج؟ لا مو هذا السؤال، يعني اذا انت راسب شلون نطوق المعدل؟ شلون نطوق التأييد؟ شلون نطوق ذني امورهم كلهم؟ او انا دايق. زين انا شنو ذنبي من بعد سنتين تخرج؟
تعيشون بهيج كابوس انه انا لازم ترجعوني سنتين الى ثلاث سنين بورا وبعد انه انا متقدم بحياتي العمليه على اي اساس؟ انا شنو ذنبي اتحمل مسؤوليه خطا غيري؟ وانا اطالب وزير مع الوزير التعليم العالي بانه انا حق مكتسب ما مني اي ذنب. نعم وضحت الصوره. نعم شكرا لك كرار فالح. كرار حكي لكم قصته كلها والله العظيم. يعني المؤسسات اللي موجوده بالعراق صدقا الضحك. جامعه تخرج طالب بالغلط، وجيش يعين واحد بالغلط، ووزير ينحط بمكان بالغلط، ورئيس وزراء ينجي بالغلط، ورئيس برلمان يجي بالغلط. اذا هو البلد كله دايرين بالغلط، ايش وقت يصير الصح؟ ما حد يدري. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما موجود اليوم ويانا بحلقه صوتكم. نلتقيكم على خير ان شاء الله بحلقه جديده باكر باذن الله. في امان الله.